تحيه طيبه لكل متابعين ومشاهدين شاشه الذاكره والفضائيه، وصبحكم الله بالف خير كما عودناكم على فقراتنا ومواضيعنا الجميله والممتعه. اليوم احنا متواجدين في معرض بغداد الدولي لدورته 47 وتحت شعار العراق يتواصل، واحنا اليوم متواجدين في جناح المصري. خليكم معنا نتعرف اكثر على المواد الموجوده في هذا الجناح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي الحمد لله بخير، حطيتني في قلب الحدث انت. شلونك حبيبي؟ الحمد لله بخير والله. اليوم انتم موجودين هنا، اهلا وسهلا بكم ببلدكم الثاني. اهلا بك. شنو المنتجات اللي عندكم هنا؟ عندنا كل المنتجات المصريه، عندنا البهارات والكرزات. شنو اللي يختلف البهارات عن البهارات العراقيه؟ والله هو التربه تختلف والميه اللي بتشربها النبته تختلف، فلذلك الطعم والنكهه تختلف. شنو اكثر شيء اليوم العراقيين اللي جاي يشتروه معكم هنا؟ والله البهارات والكرزات، لان العراقيين عارفين ان احنا البهارات المصريه تختلف. هذا التل اللي مسويه هنا حاليا، هذا خلطه؟ خلطه من كل البهارات. كم نوعيه؟ 14 نوع بهارات. 14؟ هذا شنو يستخدموها؟ لكل الاكلات، اي اكله. الرغبه شلون اقبال لها؟ لا اقبالها ما شاء الله، يا عشان هم العراقيين عارفينها ومجربينها كل سنه، فدي حلوه بالنسبه لهم يعني، فبيجي بياخذوها بالاسم، بيسالوا عليها وبياخذوها بالاسم. بشكل عام شلون اقبال الناس للمعرض؟ لا ما شاء الله يعني اقبال الناس زي ما انت شايف اهو ما شاء الله. عندك طريقه حلوه يعني شلون تجذب الزبون؟ طبعا هم العراقيين هم يحبوا المصريين يعني، يقول لك الرزق يحب الخفيه. طبعا الرزق يحب الخفيه. اي دهليه شلون تسوي حقه؟ حقه شلون؟ خذ البهارات المصريه اللي بتخلي العجوزه صبيه. خلي السحلب لحماتك تعيش مرتاحه في حياتك. والله يعني خوش انت جمعات السوالف هم يحبوها العراقيين يعني. تجذب الانتباه. طبعا. نرجع لموضوع ثاني مهم، تعال نهات الحين تعال. هاي المواد الموجوده شنو هالخلطه هاي؟ والله دي خلطه تشريب وكبسه ومندي وبرياني. هاي مجموعه واحده. مجموعه واحده. الوزن على الوزن. على الوزن. والاسعار هي نفس الاسعار ويمكن اقل شويه كمان من السوق العراقي. شكرا جزيلا يا حبيبي. العفو حبيبي. طبعا ما زلنا مسوين جولتنا اصلا، ما يعني شفتوا شيء جميل شيء حلو، مثلا احاول جذب الزبون بطريقه فكاهيه بطريقه جميله. خلينا ننتقل هنا لبعض الاشخاص، هنا النبوت، النبوت المصري هذا اكيد كنا نتذكره. السلام عليكم. شلون عمرك حبيبي؟ عمرك حبيبي، اهلا وسهلا. اول شيء اهلا وسهلا بكم بلدكم الثاني العراق. يا اهلا وسهلا بكم حضرتك. اليوم انتم هنا منتجاتكم شنو هي؟ منتجات مصريه. اول ما طبيت شفت النبوت المصري اكيد. شلون اقبال الناس على هاي؟ لا العراقيين هنا مقبلين على المنتجات المصريه. حاشينك بالمصري، اي حاجه يحبوها اكثر شيء العراقيين؟ كل الشغل، المنتجات المصريه كلها بيحبوها العراقيين. هاي التلبيسه مال هاي شلون؟ دي جلابيه اسكندراني. 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 عليها اقبال اكثر من اي منتج. انتوا المشاركه الاولى لكم هنا؟ لا احنا هنا المره الرابعه. المره الرابعه. شنو منتجاتكم هنا؟ منتج تحف وانتيكات وهدايا مصريه. اكو اقبال لها قوي. اقبالها حلو كويس الحمد لله يعني. ثالث يوم او رابع يوم اهو الحمد لله قربنا نخلص يعني. الحمد لله اشكر. الحمد لله. الزبائن مالتكم رجاله ولا ستات؟ لا الستات هي اللي بتدفع. الرجاله بس يتفرجون. يتفرجون بس. هذا النبوت في عالم جاي تاخذ من عندنا ترند؟ بيتاخذ صعب ياخذوه. ما الرقصه مثلا؟ زينه حاجات ديكور كلها. بتاعت المطبخ. مش شرط استعمال يعني. اكيد للزينه. خاصه انه مثلا الصعيديين كانوا. شعبيه في المصريه. انه الصعيديين دائما يحبوا النبوت. ايوه. عادات قديمه يعني. نقول شفتوا عاد يسموها البلطجيه وكذا. نبوت. النبوت. النبوت. شكرا جزيلا لك. تحت امرك. ربي يحفظك. طبعا ما زلنا مستمرين، اكيد يعني جوله جميله طبعا بالجناح المصري. مثل ما شاهدتوا ولاحظتوا انه النبوت والحاجات الانتيكه. السلام عليكم حبيبي. شلونك قلبي؟ الحمد لله تمام. مبارك. تمام والله. البضاعة عندك هنا موجودة؟ البضاعة؟ بضاعة مصرية. مصرية. الجلابيات. جلابيات هذه جداشة مصرية، قطن 100% قطن. شلون اقبال الناس عليها؟ والله الحمد لله تمام، احنا نزلنا المعرض ده بتشكيل مختلف طبعا غير التقليدي، الناس تشكيل مميز فعلا غير المعرض كله يعني الحمد لله بفضل الله يعني. اختلاف يعني جذري. اختلاف هنا الشعب هنا بيحب الحاجات المختلفة. فاحنا جبنا لهم حاجات مختلفة يعني. عندي سؤالين لك، السؤال الأول أنه شلون تشوف اقبال الناس على المعرض؟ لا حلو جدا ما شاء الله يعني. شلون البيع مالتك هنا زين؟ زين الحمد لله تمام. شنو اكثر شيء الاقبال عليه؟ لا نوعيه مثلا؟ يعني الحاجات اللي هي المختلفه اللي زي كده، الحاجات البارده، القطن البارد كده يعني. الحاجات عندنا حاجات مخمل برضه شتوي. صيفي وشتوي؟ صيفي وشتوي ماكو، كله موجود. اكثر شيء المرغوب على الصيفي؟ الصيفي اكثر شيء.
اكثر شيء الصيف هنا، والشتي وشويه بس الحمد لله برضه شغال يعني. الالوان اللي يحبوه مثلا يا الوان يحبوه العراقيين البغداديين؟ البغداديين يحبوا، في ناس تحب غوامق وفي ناس تحب فواتح، بس الاكثر الفواتح شغاله. الفواتح قصير ام طويل؟ الاثنين شغالين. وعندنا حاجات برضه البنت ومامتها موجوده برضه السيت كامل. شو تروج لعملك مثلا؟ كل شخص طريقه تروج عمله، شو تروج لعملك هنا مثلا؟ اصيح الزبون يعني احنا بنيجي كل يوم الصبح مثلا بنغير العرض، لازم نغير العرض يوميا، نرس المحل نشوف الزبون عايز ايه بنديله كده يعني. شكرا جزيلا لك حبيبي. حبيبي طبعا شيء حلو، طبعا هي جوله جميله. خلينا ناخذ السلام عليكم صديقي. تعال تعال، شلونك شو اخبارك؟ الله بخير الحمد لله. اول شيء اهلا وسهلا بيك بالعراق بلدك ثاني. حبيبي ربنا يبارك لك. شلون بدي اشوف اقبال الناس؟ والله الحمد لله بخير، كان اول يوم ضعيف لكن الحمد لله زاد الاقبال. والجمعه والسبت بيكون الاقبال ازيد لان في ما في دوام، فبيكون الاقبال زياده شوي. تمام، بنعطى لك دوام يعني. اكيد 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 طبعا. زبون ماتك اليوم يجي على فد نوعيه معينه اكيد شايفه عن طريق الفيس. أكيد أكيد. وعن طريق الافلام المصريه يحبون في الشغلات الجميله. شنو اللي الزبون يجي عليه؟ احنا عندنا حاجات الحمد لله، الكومسون دي مميزه، حاجات مختلفه عن اللي في المعرض كله. فاحنا عندنا جايبين كم نمره مختلفه الحمد لله، وفي حاجات خلصت ما شاء الله يعني من اول يوم في حاجات خلصت والله. بالليل شغلكم اقوى ولا بالصبح؟ لا بالليل. في ساعه الصبح، لكن ما بين في وسط اليوم ده بيبقى ضعيف شويه، ناس بتتغدى بالليل بيكون قوي ان شاء الله. شكرا جزيلا. حبيبي حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون عم الحمد لله والله. شلون بشوف اقبال الناس؟ والله الحمد لله اقبال زين، هاي يمكن سادس او سابع مشاركه لينا. باستمرار بنداوم على معرض بغداد الدولي ومفترض كمان محافظات. الحمد لله بضاعتنا مقبوله للناس، بضاعه مش موجوده بالسوق عموما، والشعب العراقي كله يرغبها يعني الحمد لله. هذا التراث المصري يا حسين. هذا خشب زان طبيعي كله مطعم بصدف بحر طبيعي مشغول باليد كله، هذا كله عمل يدوي، قطع قطع صغيره بالحبه نشتغل، هذا كله بالحبه نشتغل يدوي الكل، حتى طاولي كل شيء يدوي، كل شيء عندي يدوي هاند ميد، كله هاند ميد. هذا مثلا الحرف اليدويه، الحرف اليدويه تمام. اليوم الزبون يوصى عليه يجي من وصل مثلا لو عندكم هنا مخازن؟ اكو موجود هنا نبيعه، هنا بنبيع من المعرض، واللي ليه طلب خاص نسوي عليه اوردر بنجيبه له معنا من مصر. يعني اكو بيع مباشر هنا؟ اكو بيع مباشر، واكو اوردرات اللي يسوي يريد يسوي اوردر نسوي له اوردر. اذا مثلا في مجموعه كبيره لازم الاوردر يسوي. المجموعه كبيره وموجوده بيع له مباشر هنا، اللي مو موجود نسوي له باوردر يجي له من مصر. حتى الصواني اليوم بنلاحظ انه الصينيه كذا، حتى حفيات كل شيء هذا معقول عندي يدوي. استخدام هاي لو مثلا اكو استخدام واكو انتيكات. هاي الساعه مثلا تستخدم واكو تستخدم وفي نفس الوقت انتيك. لوحات القرانيه نفس الشيء. هذا الميوزه مال صالح. هذا ميز طعام، ميز طعام بست كراسي. ميز طعام كبير بست كراسي، كله مصنوع باليد وبرضه كله خشب زان ومطعم كله باليد بالحبه. الشغل متعوب عليه كثير يعني. سؤال مهم. طاولات، كراسي، تقومه، كل شيء. سؤال مهم، شو شفت اقبال الناس؟ والله الاقبال انت بتمسكه بتشوفه، يمكن الكاميرا حتوري، الكاميرا تبين، الاقبال زين الحمد لله، اقبال سؤال تمام. سؤال اهم من هذا كله، اقبال الناس على هاي المواد المتحدة. الحمد لله، الحمد لله، اقبال زين علينا. الحمد لله. نسبة الشراء؟ الحمد لله، الحمد لله زين، نسبة الشراء ممتازة. ربي يحفظك. الله يبارك فيك حبيبي. الله يرزقك. شرفتونا يا رب، الله يخليك، شرفتونا. طبعا جوله جميله، جوله رائعه في الجناح المصري في معرض بغداد الدولي لدورته السابعه والاربعين، وتحت شعار العراق يتواصل، وان شاء الله متواصلين معكم بجولات جديده ان شاء الله. وفي ختام جولتنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.